بقلب واحد وعيون شاخصة نحو رفع العلم السوري على منصة العلم والابتكار في سان خوسيه بكوستاريكا ضمن نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي 2017. تمكن الفريق السوري لروبوت من خوض المنافسات بقوة وتميز والفوز بالمركز الثالث ضمن المسابقة المفتوحة الفئة العليا. الحلم بقي رفيقا للشباب السوري المتميز فيما التفوق وتحقيق مراتب متقدمة في مجال الابتكار والإبداع واقع لم تستطع الحرب الإرهابية أن تمحي ملامحه، فهو الصوت الأقوى لسوريا على المنصات العلمية الدولية.